من حظيرة بلدية برهوم توجهت شاحنات وسيارات البلدية مرفوقة بالحماية المدنية والأجهزة الأمنية بالتعاون مع الجمعية المحلية شباب برهوم للقيام بعملية رش واسعة لتطهير الأحياء والشوارع التي يظهر أن فيروس كورونا لم يمنع أن تكون مكتظة نوعا ما كعادتها رغم غلق جل المحلات التجارية لأبوابها. منذ تصيب خلية الأزمة على مستوى بلدية برهوم، المصالح البلدية تقوم بحملات تحسيس وحملات تعقيم لمختلف الأحياء والشوارع بمساهمة مختلف الشركاء، مصالح الأمن، مصالح الدرك الوطني، الحماية المدنية، وكذا بعض الجمعيات الناشطة. هي بالتنسيق مع رئيس بلدية برهوم بحملة تطوعية التي أشملت جميع أحياء بلدية برهوم بتوعية المواطن والتزامه لبيته. يذكر أن أحد المحسنين تبرع في وقت سابق بعشر أجهزة كشف للحرارة لبلدية برهوم التي بدورها وزعتها على مراكز الأمن والبريد وكذا العيادة الصحية للمدينة، كما قاموا بتوزيع كمامات مجانا على المواطنين وأصحاب بعض المحلات التجارية غير المعنية بالغلق كوقاية واحتياط من هذا الفيروس الفتاك. نأمل من المواطنين أن يمكثوا ببيوتهم، احنا صاهرين على عملية تعقيم اليومي لكل شوارع وكل أحياء المتواجدة عبر إقليم بلدية برهوم. ولاية المسيلة برغم عدم وجود إصابة بفيروس كورونا بها إلى حد الآن، إلا أن بلديتها تحركت في وقت باكر للتنظيف والتطهير والتوعية والتحسيس بكل الإمكانيات.